بالقيادة الآمنة، القيادة الآمنة. هذا السؤال فكرته بسيطة كثير كثير، ممكن يجي زيه بالامتحان. بقول بكل بساطة، تخيل في عندنا سيارة مثلا ماشية بسرعة معينة، كويس، فالسائق عند السرعة هاي في شحط بريك، اضطر يوقف السيارة. فلما يشحط بريك راح السيارة ايش معناها؟ ما توقف مباشرة، لازم السيارة تنزلق مسافة لحد الاحتكاك ما يمسك السيارة. فالسيارة هاي لما ماشي بسرعة في راح تنزلق وتوقف، خلينا نقول المسافة هنا، فهون في ايش بتساوي؟ صفر. هاي السيارة انزلقت، انزلقت قديش مسافة مقدار هذه؟ واضح؟ في عندنا السيارة ماشي بسرعة معينة، الآن شحط بريك سائق السيارة، فالسيارة انزلقت مسافة معينة لحد ما توقفت. السؤال فكرته سهل كثير، شو بتقول فكرة السؤال؟ إذا في هاي السرعة تاعت السيارة تضاعفت، صارت الضعف، يعني بدل ما كان ماشي مثلا 50 كيلومتر بالساعة مشى 100 كيلومتر بالساعة، المسافة اللي راح ينزلقها إيش راح يصير فيها؟ واضح السؤال؟ بعيد. إذا كان ماشي بسرعة معينة انزلق المسافة هاي، إذا ضاعف السرعة قديش راح ينزلق؟ المسافة راح تظلها زي ما هي، راح تقل راح تزيد. واضح السؤال تاعي؟ إذا كان ماشي مثلا بسرعة 50 كيلومتر بالساعة، فانزلقت معاه السيارة مثلا، إذا كان ماشي 100 كيلومتر بالساعة أكيد راح تنزلق معاه مسافة أكثر، بس قديش أكثر؟ هل دي بتصير ضعف الدي ولا لا؟ شو اللي بصير هنا؟ واضح السؤال؟ واضح ايش المطلوب؟ هذا المطلوب منا نحسبه، قديش راح تنزلق السياره اذا ضاعف السرعه. واضح يا جماعه؟ حد عنده مشكله فهم السؤال قبل ما نبلش نحل؟ لا تمام. طيب هذا يجي زيه ترى اسئله السنوات، حله سهل كثير، بدي احله عن طريق حفظ الطاقه الميكانيكيه، بتقدر تحله عن طريق قوانين نيوتن، بتحله بالطريقه اللي بدك اياها. فبقول هنا بكل بساطه الاي فاينل بتساوي الاي انيشال، مع انه في عندي احتكاك بتقوله ناقص اف كي في دي، مجبور تحط الحد هذا، لو ما فيش احتكاك تحطوش، ما فيش عندنا قوه خارجيه. الزلمه هذا شو اللي بصير عندك؟ في عندنا السياره ماشيه شحط بريك، فالقوه اللي بتاثر عليها هو ايش؟ قوه الاحتكاك بس، بالحل القوه اللي بتاثر عليها بس الاحتكاك، فيش عندنا قوه خارجيه، مش انه بدعس بنزين تقول قوه الماتور، هو ما بدعسش بنزين، اللي بياثر عليها قوه الاحتكاك بس. تمام؟ الاي فاينل قديش؟ الاي فاينل عباره عن الطاقه الحركيه النهائيه زائد طاقه وضع النهائيه، قديش الطاقه الميكانيكيه النهائيه؟ هون الطاقه الميكانيكيه النهائيه قديش هون بتساوي؟ يلا نقلوني. صفر. الطاقه الحركيه صفر، ممتازين. الوضع طاقه كمان الوضع كمان صفر، اذا اعتبرت سطح الارض، دائما اعتبروا سطح الارض صفر، اريح باسئله زي هاي، الاسئله اللي بكون فيها المسار افقي اعتبر سطح الارض بتساوي صفر، فهي كمان صفر، واضح؟ الطاقه الحركيه صفر وطاقه الوضع صفر، ويساوي اي انيشال، في عندنا طاقه حركيه في عندنا سرعه، فبقول نص ام في تربيع. طاقه وضع كمان صفر، فيش طاقه وضع لانه ما زالت السياره افقيه، لا طلعت ولا نزلت. ناقص اف كي قوه الاحتكاك، انا مش عارف عنها، في دي المسافه راح تنزلقها السياره. تمام، انا بدور على دي، انا بدور على علاقه ايش تخص الدي، فمنو بستنتج انه الدي ايش بتساوي بالحاله هاي؟ الدي بتساوي نقول هاي على الطرف الثاني، فبصير نص ام في تربيع تقسيم ايش؟ اف كي. فالعلاقه اللي انا بدور عليها هي العلاقه المنشوده. ايش العلاقه بين الدي والفي؟ هاي الدي وهاي الفي. انا بسالكم شو العلاقه ما بين الضعف نفس سرعه طردية. السياره؟ طرديه، بس مش طرديه كمان، مش خطيه، في تربيع، في عندي ايش وانا تربيع. بتتضاعف كمان اذا السرعه ضاعفت شو بصير بالدي؟ 4 دي. أربعة، ممتازين. طلع بكل بساطة يعني هاي ال وين قلم الأسود، إذا هاي ال V صارت 2 V، بس أنت عامل إيش؟ تربيع عليها، فشو بصير؟ أربعة، بصير إيش؟ 4 أضعاف. فأنا إيش راح أصير فيها السيارة؟ 4 دي. واضح؟ المسافة راح تتضاعف 4 أضعاف. إذا شحطت معك السيارة متر بالبداية وضاعفت السرعة راح تشحط معك 4 أمتر. 4 أمتر، إيش اللي عرفني الكلام هذا كلياته؟ من العلاقة اللي عندي هون، من هاي العلاقة دي تتناسب مع في تربيع، الفي ايش مالها؟ تتناسب مع في تربيع، كويس؟ واضحة النقطة هاي؟ بس كمان مرة الفي مع مين بتتناسب عشان تصير 2 في؟ هاي عندك ان القانون هذا اللي حليته هون، كويس؟ هذا واضح كان لك؟
الآن حطيت الدي بطرف، يعني نقلت هاي كلياته لهون صارت موجبة، نقلت هاي لهون صارت موجبة، وقسمت على الأفكة، فصار الدي بتساوي نص أم في تربيع على أفكة، كويس؟ تمام. نص أم في تربيع على أفكة. إذا بتضاعف السرعة الدي مش راح تتضاعف، راح يصير أربع أضعاف. ليش؟ لما تحط هون اثنين قدام الفي، بس الاثنين شو راح يصير عليها؟ إشارة تربيع. فراح يصير أربع أضعاف. شو راح يصير؟ أربع أضعاف. الفي اللي فوق ليه تضاعفت مرتين قصدي؟ ده هو السؤال بسألك، بقول لك إذا تضاعفت إيش بصير بالدي؟ أوكي تمام تمام. هيك السؤال بقول لك، if the speed is doubled. طب ها هون نقرأ if the speed is doubled. إذا ضاعفنا إيش؟ عارف إذا speed is doubled قديش راح يصير إيش؟ للمسافة راح تنزل قصيرة، راح يصير فيها أربع أضعاف. واضح؟ انتبهوا ركزوا معايا، بديش واحد يقول لي بكرة إنه طيب ما هو هون ال V قديش راح تتضاعف؟ أربع أضعاف، وفي عندك هون نص، أربعة مع الاثنين شو بصافي عندي؟ اثنين، راح تتضاعف الضعف بس. شو رأيكم بالكلام هذا؟ لا هذا بالقانون، هاي تيجي مع الحل، النص ثابت في كل القانون يعني. ممتاز، النص موجودة بالحالتين، النص موجودة بالحالة الأولى وبالحالة الثانية، هذا من القانون. وصلت؟ أوصل لكم إياها. الدي وين القلم راح؟ هاي الدي إيش بتساوي؟ نص أم في تربيع على إيش؟ على أف كي، كويس؟ فلما تقول هون الدي زيرو، المسافة الأولانية دي زيرو هاي، بتقول نص أم في تربيع على أف كي، هذا كله اسمه إيش ماله؟ دي زيرو، المسافة الأولانية، كويس؟ الآن الدي الجديدة إيش صارت تساوي؟ ضعف الدي زيرو، المسافة الجديدة إيش مالها؟ ضعف الدي زيرو، كويس؟ فالدي بدي آسف شو بخبص كاد، بدي أضاعف السرعة. أنا بقول الدي الجديدة بدي أضاعف السرعة. دكتور بنقسم المعادلة الجديدة على المعادلة القديمة. أيوة بصير تقسم المعادلة الجديدة على القديمة، بيختصروا كلياتهم مظبوط 100%، أو بتعمل الطريقة هاي. فأقول هنا الدي زيرو المسافة هاي، الآن الدي الجديدة أنا بدور على الدي الجديدة اللي بتساوي نص أم، وهي شو بتساوي؟ ضعف الفي الكل تربيع على اف كي، صح؟ فراح يصفي عندي أربعة، هاي الأربعة من هون إجت، نص أم في تربيع على اف كي. طيب هذا كلياته اللي عليه دائرة، هذا عبارة عن إيش؟ الدي زيرو، فهذا أربعة الدي زيرو. بعرف إذا هاي أسهل أو طريقة زميلتكم تقسمون على بعض أسهل، راح تضاعف أربع أضعاف. أو أنت فكر فيها كالآتي، بتقول الدي تتناسب مع الفي تربيع، إذا بتحط على هاي اثنين هاي راح تصير إيش؟ أربع أضعاف، لأنه فيها إيش؟ تربيع. واضح؟ طيب نيجي للبعدي، وهذا السؤال هو الأسئلة الجامدة، خلنا نسميه هنا example 8.6، هذا مثال جامد شوية. بلاك سبرينج سيستم، تخيلوا في عندنا منظومة كالآتي، في عندنا بلاك كتلة مربوطة بزنبرك، كويس؟ فهاي الكتلة هنا، وهاي نقطة اتزان الكتلة هاي، هنا إيش؟ X equal zero، هاي الإكوليبرام بوينت، هنا مش ممطوطة ولا مضغوط، هاي إيش معناها؟ هنا uncompressed and stretched، لا مضغوط ولا مشدود الزنبرك، كويس؟ شو عملنا؟ برسم التحتيطة روحت ضغطت الزنبرك مسافة، هاي الكتلة ايش مالها؟ ضغطت مسافة، هاي المسافة اللي ضغطت الزنبرك فيها معطية مقدارها، هاي المسافة قديش؟ كبرست 2 سنتي، هاي 2 سنتيمتر، اوكي؟ ضغطنا الكتلة هاي 2 سنتي. السؤال بقول شو طالب السؤال؟ سبرينج كومبرست 2 سنتيمتر ديز فروم ريست، فايند ذا سبيد اوف ذا ماس اند ماس فروم ذا كوليبرام بوينت. فبقول هون نمسح عشان نوصل كتابه، فبقول هون او ليش نعم the spring is
compressed to centimeter, then raised from rest. وبعدين تركناه يتحرك إيش من السكون. Find the speed of M when هي passes by the point. نحسب سرعة الكتلة لما تمرق بالنقطة الاتزان اللي نمرق. هسا هاي الكتلة والمؤشر. هاي الكتلة مضغوطة الآن. لما تتركها تركناها من السكون طبعا تتحرك. راح تبلش تكتسب طاقة حركية. لو ما توصل عند النقطة هاي عند نقطة اتزان الزنبرك قديش راح تكون السرعة تاعتها؟ واضح؟ لما توصل لحد هون قديش السرعة تاعت الكتلة؟ واضح السؤال؟ فرع ايه بقول؟ فرع ايه؟ نعتبر الاف كي بيساوي صفر، فيش عندنا احتكاك. السطح هذا ايش ماله؟ املس. السطح ايش ماله؟ املس. فيش عندنا احتكاك. واضح السؤال؟ في عندنا كتلة ضغطناها 2 سنتي وتركناها تتحرك من السكون، فراح تندفع راح تكتسب طاقه حركيه. لما توصل عند النقطه هاي عند نقطه الاتزان قديش راح تكون ايش السرعه تاعتها؟ هذا سؤال بسيط. هذا بدي امسح نص السؤال عشان احل على راس منافسه. قلنا بالبدايه نهمل الاحتكاك، نعتبر السطح اللي بتتحرك فوق الكتله عباره عن سطح املس. وقلنا فرع ايه اف كي ايكوال زيرو. كل بساطه بتقول الاي انيشال بتساوي الاي فاينل وانت مغمض. اي انيشال بتساوي اي فاينل. ليش؟ لانه فيش عندنا احتكاك وفيش قوه خارجيه، فيش الا الزنبرك، والزنبرك القوه تاعته دخلناها واخذناها بعين الاعتبار من خلال طاقه الوضع. تمام. الاي انيشال هاي الوضعيه بدي اسميها الانيشال، والكتله راح تتحرك لحد هون نعملها بالاسود هيك. هاي بدي اسميها الفاينل. واضح؟ هاي الانيشال وهاي الفاينل. الانيشال هو مضغوط والفاينل لما يمشي عند نقطة الاتزان، لأنه نقطة الاتزان لما يمرق من لحظة الاتزان. تمام؟ الانيشال عبارة عن طاقة حركية وطاقة وضع. الطاقة الحركية صفر. هاي الطاقة الحركية شمالها صفر لأنه كان ساكن. طاقة الوضع قديش مضغوط الزنبرك؟ نص ك في دلتا ال الكل تربيع بيساوي الاي فاينل لما يمشي الزنبرك لعند نقطة الاتزان بيمتلك طاقة حركية نص ام في تربيع زائد قديش طاقة الوضع بالحالة هاي عند لحظة الاتزان؟ الزنبرك بالحالة بكون يتمدد لطوله الطبيعي فالصفر، يتمدد لطوله الطبيعي. طبعا الجاذبية فيش تاخذها بعين الاعتبار، بتعتبر هون الواي ايكوال زيرو، شمال الواي ايكوال زيرو، فطاقة الجاذبية في البداية صفر وفي النهاية صفر، ما فيش طاقة وضع من الجاذبية، كلها بنعتبرها أصفار. كويس؟ المعطيات اللي بالسؤال هذا كلها معطية، نكتب من فوق شوية. الكي ثابت الزنبرك 1000 نيوتن على متر، الكتلة 1.6 كيلوغرام وبس. وطبعا دلتا ال قديش المسافة اللي ضغطناها فيها 2 سنتي، هاي بتحولها لأمتر بتصير ايش؟ 2% متر. كويس؟ بتعوض الأرقام هاي كلياتها والمؤشر، بتعوض الكي، بتعوض الدلتا ال، بتعوض الام، وهذا هون الصفر قلنا، ما ليش صفر مش واضح. هاي هون الصفر. كويس؟ بتعوض الأشياء كلياتها هاي عشان توجد الفي، الفي الوحيد المجهولة، فالفي راح تطلع معكم بالحالة هاي بكل بساطة نسميها فيو فاينل، مثلا نص متر بالثانية، هاي الفي فاينل. حد عنده مشكلة حد الآن؟ تمام؟ طيب الآن يجي الحالة الثانية، إذا كان في عندي احتكاك وألمسها.
دكتور تفضلي. السرعة اللي طلعت بتكون تحت الجذر صح؟ احنا قلنا هنا نص ام في تربيع، لا شو بخبص قاعد امسح نص ك انيشال، كتبت الكود انيشال اول شيء نص ك في دلتا ال تربيع تساوي نص ام في تربيع، فهذاك تاخذوها تحت الجذر، يعني بعد ما تاخذ الجذر كليات راح تطلع هاي نص. اوكي تمام، بعد ما تعود كل شيء بالارقام يعني هذا الجواب الصافي وصلت نص تطلع بقى. طيب بس فرع بي نفس السؤال، ما فيش شيء اضافه، نفس السؤال بدي اعيد حله، بس اذا كان في عندنا ايش احتكاك، اذا كان قوه الاحتكاك بتساوي 4 نيوتن اعطاك اياها جاهزه ما اريحك، مش اعطاني والله معامل الاحتكاك واحسب النورمال، خلص اختصر عليك كل شيء، اعطاك قوه الاحتكاك جاهزه قال لك الاف كي بتساوي 4، نفس السؤال نفس المطلوب بس اذا كان في عندي احتكاك، شو بتقول بالحاله هاي؟ بتاخذ الاحتكاك بعين الاعتبار، بتقول الاي فاينل بتساوي الـ E initial ناقص F K في D، بس بهالبساطة هاي الإضافة اللي نضيفها عليها. طيب الطاقة الميكانيكية النهائية اللي هي الطاقة الميكانيكية النهائية فيهاش طاقة وضع، فيها بس طاقة حركية، فبصير نص M V تربيع بتساوي الـ E initial بالبداية كان في عندنا هون الـ initial بس عندي طاقة وضع ما فيش طاقة حركية، نص K في X تربيع ناقص الـ F K اللي هي هاي 4 في المسافة اللي قديش راح يتمددها تيصل لعند الاتزان، قديش راح يتمددها توصل لعند الاتزان اللي هي 2 سنتي اللي هي عبارة عن ايش 0.02، بس مسألها عشان تطلع واضحة ناقص 4.02 بعيد الافك هو اعطاك اياها 4 والدي قديش المسافه راح يمشيها من هون لحد ما يرجع لوضع الاتزان، هذا وضع الاتزان تاعه اللي هي 2 سم، هو ضغطه 2 سم عشان يرجع لوضع الاتزان بده يمشي 2 سم، فبتعوضها هالقد، فكل شيء معنا الكي معنا الاكس معنا الاكس هون طبعا قديش شايف هاي كمان البوينت 0.2 قديش ضغطناه بصفي عند الفي الوحيد المجهول، الفي راح تطلع بالحاله هاي 0.39 متر بير سكند، الفي طلعت اقل هون منطقي تطلع اقل الفي، هناك طلعت نص هون 3 بالعشرة و4 بالعشرة. اه طبعا ليش؟ لانه الاحتكاك منع الحركه يعني قلل الاحتكاك من اخذ من الطاقه الحركيه، ممتازين هون شو اللي صار؟ هون طاقه وضع كلها صارت طاقه حركيه، طاقه الوضع كلها صارت طاقه حركيه، بالحاله الثانيه لما كان في احتكاك طاقه الوضع جزء منها ضاع على الاحتكاك، جزء من طاقة الوضع راح على الاحتكاك، فالجزء اللي تحول لطاقة حركية يشمله كان أقل، كان إيش أقل، تمام؟ طيب بشكل عام شو اللي بصير بالزون بركات؟ إذا كان في عندكم زون برك هذا طوله الطبيعي بانل إكس إيكوال زيرو كويس؟ بالبداية إذا كان فيش عندك احتكاك كان الـ FK equal 0 تمام؟ تذكروا هالأشياء هاي، إذا كان الاحتكاك صفر ما فيش استطيع هذا إيش أملس، إذا واحد راح ضغط الكتلة هاي مسافة مقدارها دلتا L فراح تيجي الكتلة هاي لحد هون، إيش اللي بصير يا أخوان؟ ركزوا معي مهمة هاي كثير، هون في عندك طاقة وضع بتمدد الزومبرك، الزومبرك بدفع الكتلة هاي لعند الاتزان، كل طاقة الوضع شو بصير؟ طاقة حركية، الطاقة الحركية بتروح بتمط الزمبرك فراح الزمبرك يرجع ينمط لحد هون مسافة ايش كمان دلتا ال، فهون الطاقة الحركية اللي كانت هون صارت كلها طاقة وضع هون، برد الزمبرك يرجع يرجعها، فطاقة الوضع اللي هون بصير طاقة حركية والطاقة الحركية بترجع بصير طاقة وضع وهكذا، يعني كيف كنا ناخذ زمان الأجسام المعلقة بالبندول، هذا الجسم لما يتحرك بيعمل أوزوليشن البندول تاع الساعة مثلا كويس، الكتلة هون تمتلك طاقة وضع هون طاقة حركية بس هون طاقة وضع، ترجع طاقة وضع بصير طاقة حركية بعدين طاقة حركية بصير طاقة وضع، بضلها تمتد هاي للما لا نهاية، إذا فيش احتكاك بضلها للما لا نهاية بنفس الساعة، هون نفس الشيء هاي الكتلة كانت متزنة ضغطناها أو مطيناها ما بتفرقش، تضغطها أو بتمطها مسافة دلتا ال راح تكتسب إيش مالها طاقة، شو بسموها طاقة وضع
طاقة وضع راح تصير طاقة حركية، والطاقة الحركية راح تتحول لطاقة وضع، وهكذا بظل الحركة، وهكذا دواليك بنسميها بظلها ماشي للما لا نهاية. بتنضغط دلتا ال يعني بتنضغط 2 سنتي بتنمط 2 سنتي، بتنضغط 2 سنتي بتنمط 2 سنتي للما لا نهاية، بظلها مستمرة من هاي للما لا نهاية إذا أهملنا الاحتكاك. إذا دخل الاحتكاك على الخط، إذا صار في عندي هون احتكاك هاي الكتلة، وكان السطح هذا ايش ماله خشب كويس، اذا بتروح تضغط هاي الكتله خلينا نقول 2 سنتي، لو ما تترك الكتله هاي، هذا غطى الكتله هون 2 سنتي، راح ترجع تتمدد، مش راح تتمدد 2 سنتي، راح تطلع مثلا تتمدد 1.8 بالعشرة سنتي، لو ما ترجع بتتمدد مسافه اقل، يعني مش زمان كانت تروح هون 2 سنتي ترجع 2 سنتي، هون شو اللي بصير؟ ضغطت 2 سنتي بترجع اقل بشويه، بترجع اقل بشويه، بترجع اقل ترجع اقل 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 اقل، ثاني ترجع ايش تتسن، تنهى الاحتكاك ياكل كل الطاقه، فراح ترجع تسكن هنا. وصلت؟ يعني بالبدايه بتنضغط بالشكل هذا، بعدين ترجع مسافه اقل مسافه اقل مسافه اقل، وهكذا بدها تتناقص تخامد، بسمى تخامديه، حركه تخامديه لحد ما توقف بالطريقه هاي. هذا اللي بصير بزن بركات، نفس حركة البندول، إذا كانت في عندكم احتكاك بالبندول بتحرك، بس هاي تقل لهون تقل تقل، تنو البندول الأخير شماله يتزن بس وضعية هاي. تمام؟ طيب الآن أعطيكم الوظيفة كنت تدربوا عليها بالبيت. والمؤشر بس شاد حسبكم تعملوا السكرين شات للمثال هذا اللي هو 8 7 و8 8. دكتور فهم فين ممكن حصل الكتاب؟ موجود على جوجل. ايش اسمه طيب؟ مكتوب بالسيلبس اسمه كامل. طيب بس ترجع السؤال عشان ما لحقتش حتى اسوي سكرين شوت. مش مشكلة استبرت هذا. شفت مشاهد كثير والله. احنا 8.6 قلنا صح بالبداية. تأكد مش أعطيك الوظيفة نفس الصالحة الحياة الكلية. هاي بناشية هذا. نجي لهون. 8.5 هذا الحالات. يعني هاسف حالة الكلية تعال. شوف درايفنج. بلاك سبرينج سيستم هذا حليناه. نص. هذا حالة الكلية السؤال. هاي حد يعمل سكرين شوت للسؤال هاي السؤال. هذا نص السؤال حلته قبل شوي. هذا فرع بي اذا كان في عندنا احتكاك. هذا مثال 8.7. هذا مثال حلو لحالكم اعملوا سكرين شوت بتحبوا. هذا نص السؤال هسه بعطيكم الاجابه تاعته. هذا من الكتاب كويس. هذا نص السؤال او بتعمل سكرين شوت بعدين راح احاول اسجل كل المحاضره ان شاء الله. وهذا الحل تاع السؤال. هذا فرع بي وهذا الحل تاعه فرع بي. وكمان هذا السؤال الثاني 8.0 هذا كمان حلو. هذا كمان مهم بجزء بالامتحانات. هذا كمان حلو بلاكس بلينك كولجن. انه في عندنا هون كتله معاها سرعه طاقه حركيه. طاقه حركيه راح تصير ايش طاقه وضع. هذا كمان سهل كثير. قبل هذا كنت حلو مش متذكر اشوف لكم كنت حلو هذا. هذا الفرع فيه قاعد في السؤال هذا كمان حلو 8.8 هذا ارجع حلو كويس. هذا السؤال حلو. هذا نص السؤال
هذا الحل تاعه. هذا بحل لكم اياه الان. هذا السؤال اعمل له سكرين شوت بدنا نحله. بقول عندنا two blocks are connected by a light string, يعني الكتله تاعته مهمه لهذا, that passes over a frictionless pulley. في عندنا هاي البولي البكره ما فيش عليها احتكاك. The block of mass M1 lies on a horizontal surface, هاي على سطح افقي جايه, and is connected to a spring of a force constant K. هذا ثابت الزمرك تاعه K, مربوطة هاي الكتلة بالزمرك اللي هنا. The system is released from rest when the spring is unstretched. هاي مهمة. تركنا الكتلة هاي تتحرك لما الزمرك ايش ماله كان مش مضغوط من وضع الاتزان. طلعون في كتلة ثانية مربوطة, هاي الكتلة الأولى وهاي الكتلة الثانية. فهاي الكتلة الثانية راح تنزل لتحت, راح شضمح الكتلة الأولى فراح ينمط الزمرك. The system is released from rest when the spring is unstretched if the hanging block of mass M2 was a distance h before coming to rest. إذا هاي نزلت مسافة h, هبطت هاي مسافة h, calculate the coefficient of kinetic friction between the block of mass M1 and the surface. بده معامل الاحتكاك بين ال M1 والسطح الموجود عندنا فوق. هسه برسم السؤال بوضح لكم اياه اكثر, بس هذا العامل حاب يعمل سكرين شوت هذا نص السؤال. كويس, لو ترجع فريع بي على الاجابه تاعته. هذا هو. طيب هذا سؤال مبين معقد بس مش هذاك التعقيد. هذا رقم 8.9. في عندنا بس كبر رسمي احسن. في عندنا هون الزنبرك وهي الكتلة ام. هون الزنبرك بالبداية ايش ماله؟ مش مضغوط, x equal في وضع اتزان. وهي كان في عندنا بكرة هون, هاي اسمها الام 1, وهي الكتلة معلقة إيش؟ الأم 2. كويس؟ الآن تخيل معي, تخيل إنك أنت والمؤشر ماسك الكتلة هاي بإيدك, حاط إيدك تحت الكتلة هاي. يعني تخيل هيك, هاي إيدك, أنت ماسك حاط إيدك تحت الكتلة هاي. كويس؟ رافعها ماسكها. كويس؟ مش بخليها تسقط, حاط إيدك تحت الكتلة هاي. فالزنبرك هون إيش ماله؟ مش ممطوط ولا مضغوط, في حالة اتزان. إذا بتبلش أنت تنزل إيدك للأسفل, بتبلش تنزل إيدك للأسفل, بصير هاي الكتلة تنزل, شو بتعمل معاها؟ بتشد الكتلة هاي, بتشد الكتلة هاي لوين؟ لليمين. كويس؟ بظلك تنزل بإيدك, بعد لحظة معينة راح تلاقي إيش مال الكتلة هاي؟ وصلت مسافة اتش, توقفت هاي كمان شوي, نزلت استقرت هنا, هاي مسافة إيش؟ اتش, هون اتش, نزلت مسافة اتش. واضح؟ هاي الكتلة M2 هبطت مسافة H. لو بتنزل هاي مسافة H بتكون هاي الكتلة إيش مالها؟ انمطت مسافة H. واضح؟ واضح اللي بقوله؟ السؤال واضح؟ في عندنا كتلة 1 كانت مش مضغوطة ولا مشدودة, مربوطة بكتلة ثانية معلقة. لو ما سمحنا للكتلة المعلقة هاي تنزل, هبطت مسافة H وشدت معاها الكتلة هاي لليمين, فهذا الزمرك صار ممطوط مسافة H. اللي بالأسود هذا بعدين, بالبداية كان كل شيء بالأحمر, بعدين هاي المطت مسافة H وهاي نزلت مسافة H. إذا أعطيناك كل شيء أوجد معامل احتكاك, يعني هاي مثلا M1 معك, M2 معك, الK تاعت الزنبرك معك, H معك, شو المطلوب هنا؟ Find mu K, معامل احتكاك. هذا سؤال بسيط كثير, بكل بساطة بتحلوه ما يلي. تلو بتقول بكل بساطة الطاقة الميكانيكية قبل بتساوي الطاقة الميكانيكية بعد ناقص الضاعة عن طريق الاحتكاك. هذا السطح ايش ماله؟ خشن. بقول هون الاي فاينل بتساوي الاي انيشال ناقص الاف كيف دي. البساطة هاي. كويس؟ الان هاي النقطة نعملها بالازرق احسن. هاي بتعتبرها ايش مالها؟ واي ايكوال زيرو. شو بتعتبر هاي؟ واي ايكوال زيرو. تمام؟ فالإي فاينل الطاقة الميكانيكية النهائية, الطاقة الميكانيكية النهائية طاقة وضع بس, ما في طاقة حركة. ليش؟ لأنه هاي الكتلة إيش مالها؟ نزلت وسكنت, أنا كنت حاط إيدي عليها خلتها تنزل وتهدأ, وقفت, وهاي مشت لليمين ووقفت, هاي كانت هنا ومشت لليمين ووقفت, وهاي نزلت ووقفت, فالطاقة الحركية صفر, ما في طاقة حركية. فهذا عندي هنا K
كي زائد يو هاي صفر، بصفي عندي بالنهاية بس طاقة وضع. طاقة وضع جاي من انضغاط الزمبرك، قديش نمط الزمبرك؟ نص كي في اتش تربيع، اتش هاي قديش الاستطالة اللي عندي هون، تمام؟ الآن طاقة الوضع للكتلة هاي هي قلتها واحد، ممكن تأخذ المسافة هاي كلها عبارة عن إيش ال، تقول طاقة الوضع بالبداية ام جي ال وطاقة الوضع بالنهاية ام جي ال، راحت الثنتين يختصوا مع بعض، مش انه عرفت الواي ايكوال جي لهنا، فهي مش مهم تاخذ لها، معناها ظلت على نفس السطح الافقي، فيش داعي تاخذ لها طاقة وضع، ليش؟ لأنه هنا طاقة الوضع في البداية ام جي ال وطاقة الوضع في النهاية ام جي ال، بيختصروا مع بعض، فيش داعي اكتبهم. أو حاب تكتبهم اكتبهم، هاي زائد ام واحد جي ال، هسه بختصر لكم اياها، تمام؟ إذا قلنا بالبداية في عندنا طاقة وضع من هاي وطاقة وضع، وهنا في ايش؟ زائد صفر، شو الصفر هنا؟ طاقة الوضع من الكتلة هاي، هاي الكتلة طاقة الوضع هاي بالنهاية الصفر، هاي وصلت لعند الـ y equals 0 بتساوي بالنهاية الـ e final، آسف الـ e initial، هسا الـ initial بالبداية هاي كانت الكتلة هون إيش مالها؟ تمتلكش طاقة وضع، يعني إيش مالها؟ كانت مستقرة، الزمبرك مش مضغوط ولا مشدود، تمتلك بس طاقة وضع من الجاذب اللي هي M1 في GL، كنا هاي تختصر مع هاي وقلتها واحد، كويس؟ زاد هاي تمتلك طاقة وضع بالبداية اللي هي ام 2 في جي في اتش، هاي كانت تمتلك طاقه وضع، تمام؟ وفيش طاقات حركيه، ناقص اف كي قوه الاحتكاك اللي هي عباره عن ميو كي في ام في جي ضرب المسافه اللي انزلقتها، قديش انزلقت مسافه في اتش بس، يعني هاي المعادله اللي يكون عندنا، راح يصفي عندنا نص كي اتش تربيع بتساوي ام 2 جي اتش ناقص ميو كي في ام جي اتش. ايش المطلوب هنا؟ احل كل المعادله هاي عشان احسب الميو كي، يعني تاخذ هاي بنقول هذا او نقول هاي للطرف الثاني عشان تصير موجبه وقسم على الام جي اتش، اذا بتعمل كل الحركه هاي راح تطلع معك الميو كي بتساوي ام 2 تسارع الجاذبيه ناقص نص كي اتش على ام 1 في تسارع الجاذبيه. هذا هو معامل الاحتكاك الحركي. مبين السؤال معقد، مبين السؤال معقد وزنخ، بس هو مش هذاك التعقيد ولا هذاك الزناخه، ابسط لكم اياها بلغه ابسط. طلعوا. ايش اللي صار يا اخوان؟ هاي الكتله انت كنت مثبتها ايش؟ بايدك عند الوضعيه هاي، صح؟ فهاي الكتله اللي هي الام 2 بتمتلك طاقه وضع بسبب الجاذبيه، بتمتلك طاقه وضع بسبب الجاذبيه، بس تهبط للاسفل شو بصير بطاقه الوضع تاعتها؟ خسرتها، خسرت طاقه الوضع، قديش خسرت؟ ام 2 جي اتش، خسرت طاقه الوضع، هاي طاقه الوضع اللي خسرتها مين بده يكسبها؟ بده يكسبها الكتله هاي لانها راح تمط الزنبرك، راح تكسبها. طاقة الوضع تاعت هاي راح يكسبها الزنبرك عبارة عن طاقة وضع للزنبرك، كويس؟ المشكلة وين؟ إنه في احتكاك. فمش كل طاقة الوضع هون اللي خسرناها راح تروح للكتلة هاي، راح يروح ما عدا اللي بيضيع عن طريق الاحتكاك، بكل بساطة بقول ام 2 جي اتش طاقة الوضع لهاي ناقص اللي بيضيع عن طريق الاحتكاك اللي هو عبارة عن اف كي في دي أو دي لهم بحالتنا اللي هي الاتش. هذا بيساوي نص كي في اكس تربيع، واضح؟ فبقول هنا طاقة الوضع بالبداية اللي هي هاي الوحيدة بتمتلك طاقة وضع راح تخسرها لما تنزل، الخسران تاعها لما تنزل راح تعطي طاقة الوضع انها راح تمط الزمبرك، راح تحولها للزمبرك، طاقة الوضع الجاذبية راح تتحول لطاقة وضع بالزمبرك باستثناء الجزء اللي بضيع ايش؟ عن طريق الاحتكاك، هذا اللي بنطرحه ناقص اللي بضيع عن طريق الاحتكاك. واضح المثال هذا مبين عليه معقد بس مش هذاك التعقيد. دكتور ما فهمت المعادلة بس كتبتها كاملة. ارجع لها الصفحة اللي هاي المعادلة. فقلنا الطاقة الحركية آسف الطاقة الميكانيكية النهائية، النهائية هاي بتكون هبطت يعني فيش طاقة وضع لها صفر. هاي بتكون ايش انمطت طاقة الميكانيكية نص كي اتش تربيع. بس. هذا كل اللي هم هناك الباقيات أصفار. هاي بتكون هبطت صفر وهاي انمطت بالبداية بالنهاية في نص كي اتش تربيع. بالبداية هاي بتكون مش مضغوطة ولا ممطوطة، هاي بتكون على ارتفاع ايش؟ اتش، فهي بتصير ام 2 جي اتش. يعني خليكم على الرسمة هاي اسهل لكم.
هاي الكتلة، هاي الكتلة، هاي الأم واحد، هاي الأم اثنين. هسه مين بيمتلك طاقة وضع؟ الأم اثنين، هاي طاقة الوضع الابتدائي بتمتلك طاقة وضع، كويس؟ رح تهبط مسافة H، بس تهبط مسافة H رح تخسر طاقة الوضع. مين بيكسبها؟ إنه الزومبرك إيش ماله؟ بنمط، فرح يكسبها. قديش رح يكسب الزومبرك؟ مش قد هاي بالضبط، أقل منها لأنه في عندنا احتكاك. فبقول الأم اثنين جي في H ناقص الضاع عن طريق الاحتكاك، شغل الاحتكاك هذا بيستوي، رح يكسبهن الزومبرك نص K في X تربيع أو في H تربيع. طاقة الوضع اللي تمتلك الكتلة هاي ناقص اللي بضيع عن طريق الاحتكاك، كله هذا حيتحول لطاقة وضع بالزنبرك. واضحة؟ دكتور إيش بشو ضارب الاحتكاك؟ إيش سؤالك؟ ام اثنين جي اتش ناقص الاحتكاك، بعدين شو مكتوب؟ في اتش هاي، اتش هاي هاي المسافة الإزاحة اللي هي دي اتش بالحالة هاي، وهاي نفس الشيء اتش تربيع، لأنه قديش المط الزنبرك اتش. فانو منحل المعادله للميوكي، فبتطلع معنا المعادله الطويله هاي اللي هي ام 2 سرعه الجاذبيه ناقص نص كي في اتش. ما في طاقه حركيه؟ لا، مو الفكره السؤال انه بالبدايه كنت انت ماسك الكتله هاي بايدك، ضليت حاط ايدك تنزلتها وتهديت لهنا، وصلت؟ البدايه ساكن وبالنهايه ساكن. ايوه، بس هو ما هذا ما بصير بالطبيعه لحاله، يعني لازم تكون حاط ايدك تحتيتها وتنزلها شوي شوي، لك تكون ماسكها بايدك هنا، حاط ايدك تحتيتها وتخليها تهبط شوي شوي. اما اذا فلتت ايدك فجاه شو بصير؟ بصير تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، بصير اهتزازات. وصلت؟ تخلي ايدك شوي شوي تهبط وتستقر هنا، هيك بزبط القانون هذا معك. واضح؟ طيب، اخر درس بضل علينا لهذا المحاضره الجايه اللي حندرسه ان شاء الله، اللي هو بتحدث عن الباور. ايش يعني الباور؟ القدره. هذا بناخذه المحاضره الجايه بنكون خلصنا الوحده هاي. تمام؟ حد حابب